السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا جدا، ألا هو الفيران في العمارة. الفيران في العمارة عندنا هنا مصيبة كبيرة جدا حصلت معانا في الأسانسير، في الكابينة بتاعة الأسانسير عند الواير. في واير لف على الواير التاني بسبب فار عند الكابينة. فإن شاء الله إحنا النهاردة هنوريكم دلوقتي ده كده سم الفيران. طبعا بيجيب جمبري وطماطم وحاجات زفرة، وبيجيب برضو كزبرة معاها، وبيجيب برضو في الكيس التانية عبارة عن مواد كيماوية هو محضرها. دي من أي شركة بتاعة تنظيف الخزانات اللي هي بتاعة المبيدات الحشرية. إن شاء الله النهاردة هنلف على الحاجات المهمة في العمارة، ألا وهي مثلا بالنسبة لنا أول مشكلة أبيار الأسانسيرات من تحت وغرف الأسانسيرات من فوق، وهنطلع على السطح الثلاث غرف بتوع العمود الصاعد، تمام. وهنلف على المناور وهنلف على الجراشات، كل الاماكن المتاح فيها ان ممكن يكون فيه فيران في العماره لازم تحط فيها سم الفيران او الكزبه والحاجه بتاعه شغل سم الفيران بتاعه الشركه، تمام. زي ما وضحنا حضراتكم الاماكن المهمه، عندنا جراج، عندنا مناور، عندنا غرف الاسانسيرات تحت. كده ان شاء الله دي اول غرفه اسانسير هنخشوها. طبعا ديت كده فوق. ان شاء الله طبعا هنوريكم تمام كده بدأنا ناخد سم الفيران. طبعا بنخش جوه الغرفة بنحطه في أماكن على الجناب بسبب الفيران طبعا بتتواجد في الجناب. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنوزع السم في الأماكن، في الزوايا، في الأركان، عند الكاميرا، تمام. بس يفضل طبعا ان نعرف الراجل بتاع الاسانسير ان احنا حاطين سم فران عشان الحاجات ديت غلط ان هو يحط ايده عليها، تمام. دي كده كانت غرفه، دي طبعا الغرفه الثانيه. انا العماره عندي عباره عن مجمع في ثلاث عماير جنب بعض في عماره واحده، فده احنا دخلنا كده غرفه الاسانسير الثانيه. طبعا حاطين سم فران اهو على الجناب اهو يا جماعه. طبعا سم الفران ده لو قل تعرف ان كده ايه، في فران جت اكلت. طبعا احنا كده فوق خالص على السطح فوق بنوريكم سم الفيران احنا موزعينه ازاي على الكاميرا وفي الاركان. طبعا زي ما وضحنا سم الفيران عباره عن جمبري وطماطم وكزبره حاجات زفره خالص، وطبعا عامله ريحه صعبه جدا. بيقول لي الراجل بتاع الشركه بيقول لي الريحه لازم تكون قويه علشان الفار يشمها ويجي على الريحه، تمام. كده دي الغرفه الثالثه يا جماعه، الثالثه والاخيره. زي ما حضراتكم شايفين بيحط شويات في الجناب، ما بيحطش بكميات كبيرة، لازم يحط كميات صغيرة، تمام. دي كده احنا وريناكم غرف الاسانسيرات، وهنطلع دلوقتي نوريكم الغرف بتاعة الصواعد بتاعة الكهرباء، لان الفيران بتاكل معانا سلوك الكهرباء بطريقة بشعة. وبرضو ادي الواير دوت اللي احنا فكناه، الفار لف تحتيه، الواير لف على بعضه بوظنا الواير، تمام. ففي خسائر جامده جدا بسبب الفيران مع الاسانسيرات. فزي ما حضراتكم شايفين كده بنوضح معاكم في الفيديو الاماكن اللي بتحط فيها سم الفيران، المناور، غرف الكهرباء اللي هي تحت، تمام، اللي هي بتاعه المجمع، غرف عمود الصاعد اللي هي فوق السطح، غرف الاسانسيرات، كباين الاسانسيرات من تحت، تمام. بتفتح ببان الاسانسيرات بتاعه الدور الارضي وترش سم فيران تحت. ده كده يا جماعه الغرفه بتاعت العمود الصاعد فوق. برضو زي ما حضراتكم شايفين بنحط سم فران في الاركان، تمام، علشان طبعا لو في فران طلعت من هنا عند المواسير بتاعت العمود الصاعد طبعا الريحه قويه جدا جدا جدا. انا ما كنتش قادر اقف جنب الراجل وانا بصور بسبب ان الريحه قويه جدا، تمام. فزي ما وضحنا حضراتكم كده احنا فوق السطح برضو الثلاث غرف دول تتعملوا. يبقى كده نحاول ان احنا ايه، اي مكان ممكن يجمع فيران معانا لازم تحط فيه سم الفيران. طبعا بتعمل متابعه بعد كده وتروح تلف على الاماكن ديت تشوف فيه مثلا حاجه حصل ولا لا، وتشوف الدنيا مشيت معاك ازاي، وتتابع بعد كده عشان ما يكونش فيه مشاكل بسبب الفيران في الاسانسيرات، تمام. كده احنا حاولنا بس نوضح الصوره، وان شاء الله هنكمل في فيديوهات تانية باذن الله. وشكرا.